السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل جتر على الروف. طيب هاجي هنا ارسم الروف بتاعي اهوت، اقول له حطه على ليفل 2 وهقول له ارسمه لي بالشكل دوت، وهخلي ممكن ناحيتين فيهم من غير اسلوب خالص، اقول له اوكي واقول له اتاش حاجه بالشكل دوت. طيب عايز اضيف جتر، فهروح برضه للروف واقول له انا عايز اضيف جتر، وابدا احدد الجتر بالشكل دوت، واقدر اعمل عليه سيلكت، اقدر اطلع وانزل بيه. يعني تقدر تقول له مثلا ده ماينس، خلي واحد مثلا اهوت، او ماينس بالشكل دوت زي ما انت عايز. طيب عايز اقفل الجتر من الناحيه دي ومن الناحيه دي، فهروح هنا للكومبوننت واقول له موديل ان بليس، واختاره في الروف بالشكل دوت، واقول له ست، واقول له ان انا عايز اشتغل على الجهه ديت. لو قلت له شو هيوريها لك. طيب هقول له انا عايز اعمل اكستروشن، وابدا اختار بقى ايه الخط دوت كده، وبعد كده هرسم لاين من هنا لهنا بالشكل دوت، واقول له اوكي، وابدا اقول له ان عايز في الحته الصغيره ديت. تقدر تكتب الارقام اللي انت عايزها، وبعد كده هقول له كوبي واقول له الاين تو سيم بليس. الجديد ده بقى هاخده واخليه الناحية التانية بالشكل دوت، فاعمل لي الجتر بالشكل دوت. تقدر تقول له جوين، عايز انا اعمل دلوقتي البايب عشان نتصرف الميه، فاقول له هنا من ليفل 1 مثلا او ليفل 2، اقول له ان انا عندي هنا ان اركتكشر، عندي هنا ريفرنس بلان، وهدي له اسم وليكن مثلا اس، هقول له هنا اعمل لي سيكشن، وهقول له خش جوه السيكشن جو تو فيو. تمام، ممكن تعمل بقى الفايب من سيستم، هقول له هنا ان انا عايز ارسم الفايب اهوت، طيب هنا مش راضي هو يرسم الكوع. ليه؟ لان التمبليت المعماري ما فيهوش الكعان، ما فيهوش الحاجات دي، والبايب كبيره جدا. طيب البايب ممكن تخليها واحد بوصه او نص بوصه زي ما انت عايز. طيب لو دخلت جوه البايب ديت وقلت له دي طيب، هتلاقي ان عندك المشكله ان الالبو هنا مفيش البو. تمام، نن. طيب فكل اللي انا هعمله ان انا هحمل فاميلي خاصه ب الكوع، اقول له انسيرت، عايز اعمل لود للفاميلي، البايب فيتنج جينيريك، واقول له البو بالشكل دوت، وبعد كده اختار البايب ديت وادخل هنا في الالبو واختار الالبو اللي انا عايزها، وممكن تقول له هنا اول، وبعد كده تقول له درو بايب، هيبدا يرسم معاك البايب عادي.
طيب هعمل سيلكت كده وهدخل على ليفل 2، وتقدر تعمل موف للبلد ديت للمكان اللي انت عايزه بالشكل دوت. وتعالى نشوف في 3D.